شوف هاي الحشيشة بنهايتها بموسم التكاثر تطلع هنا نفسها عذبة تطلع هاي العذبة. إيه هاي العذبة. هاي العذبة أستاذ حسين بموسم الـ يعني عندما تكون خضراء تجي يجون السكان شو يسوون؟ يقطمها طبعا وهي خضراء هسه احنا لأن موسم جفاف يقطمها هيجي ويجمعونهن يلبسونه قبل لأن كانت معامل الورق تشتغل يلبسون من عند الورق ويجف يبيعونه وزن بس من ضمن الشروط يكون جاف يعني جاف مو هيجي جاف وهو أخضر مجففينه بحيث الخضار موجود به زين كان هنا اكو طريقة يعني لازم يجففون لا يعني. هو الطشة هيجي الطشة طشاش كان هنا اكو زلمة يشتري وبس فينا مالته يودي فهاي اسمها عذبة بس هاي الآن لأنه إحنا مو بموسمها فهي صايرة هيك يابسة بهذا الشكل العذبة هي خلي نقول الشيء اللي يخرج نهاية القصبة يعني نهاية القصبة يستفاد من عنده في صناعة الورق طبعا قد يكون إلى اسم علمي أنا ما أعرف الاسم العلمي ولكن الاسم المحلي هو العذبة.